معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ عايد الشمري المختص بالشأن الإيراني. مساء الخير أستاذ عايد، وفي البداية في اعتقادك يعني هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالبات المعارضة الإيرانية ووضع حد للاستغلال الدبلوماسي الذي يعتمد عليه النظام الإيراني كغطاء لعملياته الإرهابية حول العالم؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى جميع الأشقاء في البحرين وكلها، وأنتم بخير. بالتأكيد كلنا نكرر هذه الدعوة لإيقاف الإرهاب الإيراني عبر الممثليات الدبلوماسية والثقافية، حيث استخدم النظام الإيراني هذه الممثليات الدبلوماسية لأغراض إرهابية ونشر القلاقل والفتن في المنطقة. أيضا كلنا يعرف الجريمة البشعة التي حدثت في ألمانيا في برلين وتفجير مطعم، أيضا اغتالت رئيس الوزراء السابق في فرنسا، أيضا في فيينا اغتالت أحد قادة الأكراد. وكل هذه الاغتيالات تمت عبر دبلوماسيين أو ممثلين للمسؤولين الإيرانيين في السفارات. أيضا لا يخفى الجميع استخدام إيران للملحقيات الثقافية لبث فكرها الإرهابي السام الذي دمر المنطقة. كلنا رأينا قبل فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران، وذلك بسبب عمل الملحقية الثقافية في الجزائر. فلا أتوقع على المستوى الشخصي أن إيران تتخلى عن هذا النهج، لأن هناك تساهل ويعني أوروبي بهذا الخصوص، وأتمنى أن أرى أن هناك حزم جاد. كلنا رأينا قبل سنة اغتيل أحد المناضلين الأحوازيين في العاصمة الهولندية، وبعدها بعدة أشهر سافرت وزيرة الخارجية الهولندية إلى إيران ولم تتحدث عن الموضوع. فإن لم نكن تساهل نقول أن هناك نعم. طيب سيد عايد، تصريح وزير الخارجية الإيراني الذي أكد فيه أن الاتفاق النووي تسبب بصراع سياسي داخل البلاد، كيف تعلق على هذا التصريح خصوصا في هذا التوقيت؟ بالتأكيد أنه الغاء الاتفاق النووي من الجانب الأمريكي سبب يعني خلافات داخل البيت الخامنائي أو الخميني، فهناك اختلافات على يعني في المحصلة هم يتفقون على تصدير الثورة وعلى نشر الفساد، ولكنهم يختلفون سياسيا في كيفية تنفيذها وتوقيت تنفيذها. منهم من يرى تأجيل هذا المشروع إلى عدة سنوات ويبدأون في يعني الالتفات للداخل، ومنهم من يرى الاستمرار في الداخل. يعني في النهاية هذه الخلافات السياسية هي تدور حول تنفيذ أهداف الثورة الخمينية أو تصدير الثورة. أما أن تكون هناك خلافية على عودة النظام الإيراني لدولة ديمقراطية مدنية، لا أتوقع ذلك. فهذا النظام مبني على عقيدة وعلى دستور، ما نحتاج تغييره فعلا هو النظام أو الدستور الإيراني الذي شرع التدخل في دول المنطقة. نعم، من الرياض الأستاذ عايد الشمري المختص بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.